أهلا بكم من جديد. يوثق المعرض العربي لطوابع البريد في القاهرة أحداثا كثيرة شهدتها المنطقة وما زالت تسكن في ذاكرة الشعوب العربية. وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة مع 6 دول عربية أخرى في هذا المعرض الذي لقي إقبالا لافتا. التفاصيل مع رشا عبد الرحمن من القاهرة. طوابع صديقة للبيئة من ورق معاد التدوير، وأخرى صممها الذكاء الاصطناعي. هذه هي أحدث إصدارات البريد الإماراتي التي تزاحم على اقتنائها رواد المعرض العربي للطوابع في القاهرة. سيناريو العرض يبدأ بحصول الزائر على جواز سفر يزين بطوابع وأختام 7 دول عربية تشارك في النسخة الأولى من هذا المعرض. شفنا في دولة الإمارات مثلا بعض الطوابع معززة للحقيقة Augmented Reality، شفنا بعض الطوابع بتحتفظ بالأكواد الاستجابة QR كود، بتقدر تصورها بالهاتف المحمول بتاعك وتعرف فلسفة تصميم الطابع ومناسبة إصداره ومكانه وتاريخه. لقينا بعض الطوابع في بلدان أخرى بتحمل تصميم للزهور مثلا، وبعد منها بيحتفظ برائحة الزهور في الطوابع. المعرض أقيم داخل أقدم مكتب بريد في الوطن العربي وإفريقيا، إذ كانت مصر أول دولة في المنطقة تؤسس هيئة للبريد قبل أكثر من 150 عاما. تاريخ حافل ظهرت ملامحه جلية، سواء في عناصر البناء الأثري أو في المجموعات النادرة التي شارك بها هواة جمع الطوابع. العرض بتاعي عن استخدام المواد غير التقليدية في إنتاج الطوابع البريدية. هنا ده ظرف مسافر من الإمارات العربية المتحدة، عليه طابع المعرض العربي الثاني، ده بلاستيك بوليمر بلاستيك شفاف مذهب. هنا الفيش سكين من فيرو آيلاند في أوروبا، ده جلد سمك محطوط على الطابع. أقوى قطعة في المعرض هنا كلها اللي هي القطعة دي، الختم البريدي الأول ده. لا ده لا يقدر بفلوس، يعني ده لا يقدر بفلوس. فالختم ده موجود على الظرف ده سنة 1848، الظرف ده مش موجود منه غير 2 في العالم. حملت المجموعات النادرة المشاركة سردا لأبرز المحطات السياسية للمنطقة، كما عكست تطور فنون الطباعة والحرف اليدوية. على مدار عقود طويلة تجاوز طابع البريد وظيفته المحددة في سداد رسوم إرسال الخطابات والطرود، ليتحول إلى قطعة فنية تحمل ثقافة الشعوب عبر قارات العالم. رشا عبد الرحمن لأخبار الإمارات، القاهرة.